أنا عاصم جلال، وكيل نيابة. دي شغلانتي اللي بحبها من زمان، وبسبب حبي للوظيفة دي ساعات بنشغل عن البيت والأولاد شوية، ما هو غصب عني مش بإيدي. لكن قررت أخيرا أخد أجازة وأفسحهم. حرام برضو، بقالهم كتير ما خرجوش، بس مش هفسحهم أي فسحة. أنا فكرت كتير ولقيت إن أحسن طريقة أعوضهم بيها هي إني أسفرهم الأقصر وأسوان زي ما طلبوا مني زمان. زبطت الحجز في الفندق تبع شركة سياحة، وبعدها فاجئتهم في البيت. ولادي الاتنين حمزة وعمر ما كانوش مصدقين نفسهم، أما مراتي بقى فقالت لي وهي بتضحك إيه يا حبيبي، أنت اتجوزت عليا ولا إيه؟ يا مفترية، بقى عشان هفسحك يومين أنتي والأولاد أبا اتجوزت عليكي؟ ما هو أنا مش برتاح للمفاجآت الكبيرة دي، بس ماشي، ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبي، ولا يحرمني منك انت والاولاد يا حبيبتي. يلا بقى ادخلي ظبطي الشنط علشان مش فاضل كتير على ميعاد القطر. حاضر يا حبيبي. بعد ما جهزنا حاجتنا ولبسنا، نزلت انا ومراتي والاولاد وركبنا عربيه لحد محطه القطر. الرحله كانت طويله شويه، لكن السعاده اللي كنت فيها ما خلتنيش احس بطول المسافه. مفيش احسن من دفى الاسره، نظرة حب وحنان من مراتك مع نظرة سعادة في عيون أولادك علشان شايفينك معاهم ومطمنين، حاجات بسيطة تسوي كتير قوي. المهم وصلنا الأقصر أخيرا، واللي ما راحش الأقصر فهي بلد جميلة جدا، يكفى أقولك إن فيها أهم أثار العالم. مساء الخير، أنا محمد رفعت، ودي قصة جريمة في الأقصر من تأليف شادي إسماعيل، وأتمنى تعجبكم. ويلا بينا نسمع الحكاية. وصلنا الفندق اللي الشركة كانت حاجزة لنا فيه، وطلعنا الأوضة علشان نرتاح من المشوار. الساعة وقتها كانت تقريبا 12 الظهر. الرحلة بالقطر خدت حوالي 10 ساعات، وعشان كده كنت حاسس اني خلاص مش قادر وهموت وانام. اول ما دخلنا الأوضة فردت ظهري على السرير، اما حمزة وعمر كانوا مليانين حماس، ولما شافوني نايم على السرير جم قعدوا جنبي. ولقيت حمزة وده الكبير وعنده 14 سنة بيقول لي: ايه ده يا بابا، انت هتنام؟ اه يا حبيبي، احنا جايين من مشوار طويل، هنام ساعتين بس وبعدها نخرج وهوديك اي مكان انت عايزه. رد عمر الصغير وده عنده 11 سنة وقال: انا عارف ان احنا في الأقصر، بس انا ما اعرفش اي مكان ممكن نروحه هنا. ابتسمت وقلت له: ما تقلقش، الأقصر فيها اماكن كتير ممكن نروح، ده الاجازة ممكن تخلص قبل ما نزور كل الاماكن اللي فيها. بصلي حمزة وقال لي باهتمام: أنا بسمع دايما إن الأقصر جميلة، بس أنا معرفش هي جميلة إزاي أو ليه. اتعدلت في قعدتي وبعدين بصيت له وقلت له: بص يا حمزة يا حبيبي، فاكر لما رحنا الأهرامات وقلت لكم إن مصر مليانة بالآثار اللي سابوها أجدادنا المصريين القدماء؟ أيوة يا بابا فاكر. عارف بقى الأقصر دي موجود فيها تلت آثار مصر كلها. ياه، دول كتير قوي يا بابا، بس هي ايه الآثار اللي موجودة هنا؟ اقول لك يا سيدي، اغلب الآثار هنا موجودة في منطقتين، منطقة البر الشرقي ومنطقة البر الغربي. يعني مثلا في البر الشرقي هتلاقي معبد الكرنك، معبد الأقصر، ومتحف الأقصر وطريق الكباش، ومتحف التحنيط. أما بقى في البر الغربي ففي معابد برضو زي معبد حتشبسوت ومعبد الرامسيوم، وكمان في دير المدينة وتمثال ممنون. بس أهم حاجة بتميز البر الغربي هي مقابر وادي الملوك ومقابر وادي الملكات، والمقابر دي بقى يا سيدي هي اللي اتدفن فيها أغلب ملوك الدولة الحديثة، علشان كانوا بيخافوا على مقابرهم من السرقة. يا بابا، دي فعلا فيها آثار كتير قوي.
بس احنا هنزور كل دول؟ ان شاء الله هوديكوا تزوروا اماكن كتير منها عشان تعرفوا قد ايه اجدادنا كانوا عظماء. في اللحظه دي اتكلمت مراتي وقالت لهم: حمزه، عمر، يلا يا ولاد عشان ننام، ولما نصحى نبقى نشوف هنخرج فين. حاضر يا ماما. ونمنا يومها فعلا، وصحينا على المغرب تقريبا. ولما صحينا خدت الاولاد ومراتي ونزلنا المدينه تحت، اتغدينا وبعدها لفينا شويه في سوق تجاري هناك قبل ما نروح نقعد في مكان جميل على النيل. كان يوم عائلي لطيف، وبصراحه كنت محتاجه فعلا علشان اخرج من جو المكتب والتحقيقات والجرايم. وبعدها رجعنا الفندق، كانت حوالي الساعه 12 بالليل، والبلد وقتها كانت صاحيه لدرجة انك تحس ان الساعة لسه 8. واول ما وصلنا الفندق طلعنا الأوضة، وفوق بدأت اتفرج على التلفزيون انا ومراتي، اما الاولاد فكانوا قاعدين على الارض بيلعبوا بالالعاب بتاعتهم. وقتها معرفش مر وقت قد ايه، بس الفيلم كان في نصه تقريبا، لحد ما فجأة سمعت صوت طلقة ضربت. مراتي اتخضت، والأولاد هما كمان قاموا ووقفوا وجريوا على السرير بتاعنا. وساعتها مراتي سألتني وقالت: ده صوت رصاص صح؟ بصت لها وقلت لها: ما تخافيش يا حبيبتي، وانتوا كمان يا ولاد ما تخافوش. سبتهم التلاتة قاعدين على السرير وقمت علشان أشوف فيه إيه. فتحت باب الأوضة بهدوء ومديت راسي من ورا الباب، وساعتها شفت حد في آخر الطرقة، بس اختفى في ثواني ونزل جري على السلم. ما كنتش قادر أحدد هو راجل ولا ست، كل اللي شفته كانت رجلين وبعدها اختفى. مفيش ثواني ولقيت بيبان الأوض كلها بتتفتح واحد ورا التاني، وكل أوضة بيخرج منها راجل أو ست، وكلهم واقفين بلبس النوم وكان على وشهم علامات الاستغراب. أوضة واحدة بس اللي بابها ما اتفتحش. ما كنتش محتاج أفكر كتير علشان أعرف إن دي أوضة القتيل. بعد دقيقة لقيت موظف الريسبشن طلع من تحت ووقف في أول الممر وقال: إيه اللي حصل؟ إيه الصوت ده؟ الراجل اللي كان في الأوضة رقم واحد وهي أول أوضة على اليمين اتكلم وقال: ده في صوت رصاصة اتضربت. الست اللي كانت في الأوضة التانية على اليمين، الأوضة رقم 3، قالت بخوف: I heard a gunshot. بصلها الراجل وقال لها في محاولة منه إنه يطمنها: Calm down ma'am, don't be afraid. اتقدم موظف الريسبشن خطوات في الممر ووصل الأوضة التالتة اللي على الشمال، الأوضة رقم 6، وبعدين سأل الراجل والست اللي كانوا واقفين قدامها وقال: الصوت كان جاي منين؟ بصله الراجل لثواني وبعدين قال له: أنا مش عارف بالظبط. في اللحظة دي اتكلمت الست وقالت بثقة: الصوت كان جاي من هنا. شاورت الست على الأوضة اللي في وشهم، الأوضة التالتة على اليمين وهي الأوضة رقم 5. بص الموظف مكان ما شاورت ولاحظ زي ما أنا لاحظت إن ده باب الأوضة الوحيدة اللي مقفول. بصلنا كلنا وبعدين سأل سؤال من غير ما يحدد شخص فينا بعينه للإجابة وقال: انتوا متأكدين ان الصوت جه من الأوضة دي؟ كلهم بصوله وسكتوا. في اللحظة دي اتقدمت ناحيته وانا بقول له: المدام ممكن يكون معاه حق، لان ده الباب الوحيد اللي ما اتفتحش، وياريت لو تفتحه علشان نشوف يمكن يكون في حد مصاب ولا محتاج مساعدة. بصلي لثواني وبعدين قال لي: حضرتك وكيل النيابة اللي نازل عندنا في الفندق مش كده؟ بصراحة استغبيت سؤاله، بس رغم كده قلت له: أيوة أنا، افتح الأوضة. اتردد لثواني وبعدين مد إيده علشان يفتح باب الأوضة، بس في اللحظة دي قلت له: ثانية واحدة استنى. اتسمرت إيده في الهوا. بعدها مشيت ناحية الأوضة بتاعتي، جبت منها منديل ورجعت له، ناولت المنديل وطلبت منه إنه يفتح الباب، وفعلا فتح الباب بس فضل واقف مكانه. بصيت له بعدين دخلت خطوتين جوه الاوضه، وساعتها شفته قدامي على السرير شاب في الثلاثينات
نايم وفي دم حوالين راسه مغرق الملاية. بصيت على شمالي لقيت التلفزيون مفتوح وصوته كان عالي على الآخر. قربت من السرير وبصيت على الشاب من قرب، وهنا اكتشفت ان الطلقة في نص راسه بالظبط. اما وضعه التشريحي فكان اغلب جسمه على السرير، ما عدا رجليه كانت متعلقة في الهواء من ناحية اخر السرير. في الغالب الشاب ده خد الطلقة وهو واقف قدام السرير، وبعدها وقع بظهره لورا ونزل على السرير. بصيت ورايا لقيت موظف الريسبشن واقف ومصدوم من المنظر، وقلت له بلغ الشرطة بسرعة، دي جريمة قتل. ارتبك الموظف وفضل واقف في مكانه، فزعقت فيه وقلت له انت هتفضل واقف تتفرج، انزل اتصل بالبوليس بسرعة. فاق من صدمته وخرج من الأوضة جري. في اللحظة دي بصيت على البلكونة لقيتها مفتوحة، اتحركت من مكاني ومشيت ناحيتها ودخلت ووقفت فيها. بصيت تحت وبعدها بصيت جنبي على الشمال واليمين، واكتشفت ان المسافة بين البلكونات قريبة جدا، يعني وارد ان حد يدخل يضرب الضحية بالنار ويرجع الأوضة تاني من غير ما حد يحس بيه. دخلت الأوضة مرة تانية وساعتها شفت على الباب اتنين واقفين، الشاب اللي كان في الأوضة رقم واحد والراجل اللي معاه مراته واللي نازل في الأوضة رقم سبعة. الاتنين كانوا واقفين وبيبصوا على الجثة وهم فاتحين بقهم في دهشة. حاول الشاب نزيل الأوضة رقم واحد انه يتقدم، لكني شاورتله يقف وقلتله محدش يدخل، كله يستنى بره، الأوضة دي دلوقتي مسرح جريمة وأي حركة غير محسوبة ممكن تمسح أي دليل من الأدلة، اتفضلوا استنوا بره لحد ما الشرطة تيجي. سمعوا الاتنين الكلام وخرجوا بره. بعدها بصيت على التلفزيون واللي واضح ان صوته كان عالي عن قصد، مستحيل حد طبيعي يتفرج والصوت عالي بالشكل ده، تقريبا القاتل كان قاصد يداري على صوت الرصاصة، وواضح من مكان الرصاصة ان القاتل محترف، وهدوم الضحية بتقول انه كان قاعد في وضع طبيعي وبيتفرج على التلفزيون عادي. بس ثانية واحدة، ايه ده؟ جنب السرير كان فيه عربية اكل عليها اطباق اكل وازازة كبيرة وكاسين. طب ليه كاسين؟ قربت من العربية وخدت بالي ان الكاسات نظيفة ما تشربش فيها حتى، وده معناه ان الضحية يا اما اتقتل من الشخص اللي كان مستنيه، يا اما اتفاجئ بزيارة من شخص غير متوقع وقتله قبل الحفلة ما تبدأ. يا ترى الضحية كان مستني مين؟ ومين كمان الشخص اللي ممكن يكون بوظ عليه الحفلة؟ وقتها فقت على صوت دوشة وبعدها شفت حد داخل من الباب، وأول ما دخل سألني انت مين؟ انا عاصم جلال وكيل النيابة. قرب مني الشخص ده وسلم عليا وقال اهلا وسهلا يا باشا، انا الرائد صقر. اهلا وسهلا يا سيادة الرائد، حضرتك نزيل هنا في الفندق؟ ايوه، وفي الدور ده تحديدا. قرب من الجثة وبص عليها وبعدها قال لي استاذن سعادتك تتفضل معايا لحد ما النيابة توصل. اه طبعا حقك. خرجت برا انا وهو، وساعتها مشيت ناحية الأوضة بتاعتي، وأنا في الممر سمعته بيوجه كلامه لكل النزلاء اللي في الدور وبيقول ياريت كل واحد يفضل في أوضته وما يتحركش منها غير لما احنا نقوله، ومحدش يفكر يعمل أي حاجة ممكن تتحسب عليه، احنا عندنا جريمة قتل وكل اللي في الدور ده محل اشتباه، فياريت نلتزم الهدوء علشان نقدر نوصل للقاتل. دخلت أوضتي وقفلت الباب، وساعتها شفت مراتي والأولاد قاعدين على السرير مرعوبين، ومراتي سألتني وقالت صحيح الكلام ده يا عاصم؟ في جريمة قتل في الفندق؟ هي فريدة مش قدام الأولاد. وقتها اتكلم حمزة وقال بابا أنا خايف. قربت منه وحضنته وقلت له ما تخافش يا حبيبي ما تخافش، تعال يا عمر أنت كمان. قرب مني عمر وحضنت الاتنين وبعدها قلت لهم مفيش حاجة يا حبايبي، دي مشكلة صغيرة وهتتحل،
ادخلوا ناموا دلوقتي ولما تصحوا الصبح هتبقى كل حاجة تمام. رد علي حمزة وقال ايوه يا بابا بس احنا قلت لك ما تخافش يا حمزة، بابا معاك وكل حاجة هتبقى تمام. يلا يا حبيبي. بصيت لفريدة اللي قامت من مكانها علشان تنيمهم في سريرهم، وفي اللحظة دي الباب خبط. قمت فتحت الباب ولقيت قدامي عسكري وبيقول لي سعادتك عاصم بيه وكيل النيابة. ايوه انا. الباشا طالب يشوف سعادتك. بصيت ورايا لقيت فريدة بدأت تنيم الاولاد وقلت لها اطمني انا هشوف الموضوع ده واجي على طول. خرجت مع العسكري الأوضة 5، لقيت رجالة كتير من أفراد الشرطة والمعمل الجنائي بيرفعوا البصمات، وجنب الجثة كان في واحد واقف شاور لي عليه العسكري وقال لي هو ده الباشا. قربت منه وساعتها لف وشه ناحيتي وقال لي بترحاب عاصم باشا ازيك، أنا مبسوط إني قابلت سعادتك. الحمد لله، ازاي حضرتك؟ أنت تعرفني؟ حضرتك أشهر من نار على العالم يا باشا، وكلنا بنتعلم منك. شكرا لذوقك يا باشا. أنا فؤاد السيوفي وكيل النيابة. أهلا وسهلا بيك يا فؤاد. إحنا آسفين على الإزعاج طبعا، بس حضرتك أكيد فاهم. لا مفيش إزعاج ولا حاجة. موظف الريسبشن قال لي إنك أول واحد دخلت الأوضة بعد الحادثة. ده صحيح. طب ممكن تقولي إيه الانطباع اللي وصلك لما دخلت الأوضة؟ هو أول حاجة أنا لاحظتها إن الضحية اتضرب بالنار وهو واقف قدام السرير هنا، بعدها وقع بظهره لورا. تاني حاجة البلكونة كانت مفتوحة على آخرها، والمسافة بين البلكونتين اليمين والشمال قريبة، يعني أي شخص ممكن ينط ينفذ الجريمة ويرجع تاني من غير ما حد يحس بيه. آه خدت بالي من النقطة دي. كمل يا باشا كمل. تاني حاجة لفتت نظري كانت عربية الأكل دي، زي ما حضرتك شايف واضح ان كان في سهره بتتجهز لضيف جاي للضحيه. الكاس التاني بيقول انه كان مستني حد. وتفتكر القتيل كان مستني مين؟ الحقيقه مش عارف، بس غالبا واحده من نزلاء الفندق. طيب وليه مش حد من بره؟ لان الساعه كانت قربت على واحده بالليل، ومستحيل الريسبشن هيطلع ضيوف في الوقت ده. تحليل سليم. بتشك في حد معين يا عاصم بيه؟ هو مش شك، بس لفت نظري ان الست اللي في الاوضه اللي قدام الاوضه دي مباشره كانت واثقه ان الصوت جاي من هنا، مع ان محدش كان لسه عارف حاجه. طيب وموضوع البلكونه، يا ترى مين السكان اللي في الاوضتين؟ الاوضه رقم 7 اللي على اليمين دي نازل فيها راجل ومراته، ودول خرجوا بسرعه جدا بعد صوت الطلقه. والاوضه اللي على الشمال رقم 3 نازله فيها واحده اجنبيه، ما اعتقدش ان ليها علاقه بالجريمه من اساسه. طيب والشاب اللي في اوضه رقم 1 مش ممكن يكون هو اللي عمل كده ونط من البلكونه دي للبلكونه اللي بعدها وبعدين نط البلكونه اوضته؟ لا ما اعتقدش، لانه خرج بسرعه وكمان كان واضح عليه الهدوء، والهدوء ده معناه انه لو القاتل هياخد راحته علشان ينط بين البلكونات وبعدين ياخد نفسه ويظبط هدومه قبل ما يخرج، لكن ده ما حصلش. اما لو ما خدش وقت فكان هيبان عليه من الجري والتعب. عندك حق يا باشا، انا كمان لاحظت ان موبايل الضحيه مش موجود معاه. يعني القاتل خد الموبايل؟ ده اكيد. الحركه دي معناها ان الموبايل ممكن يبقى عليه حاجات مهمه تخص القاتل. بالظبط، وهنا ممكن يبقى القاتل مش حد من الفندق ويبقى حد مخصوص عشان ياخد الموبايل. احتمال وارد برضه. طب كاميرات المراقبة جايبة ايه؟ للأسف كاميرات المراقبة عطلانة من امبارح الصبح. ايه ده؟ ازاي ده؟ المدير بيقول ان شركة الصيانة بلغته ان الأجهزة والكاميرات المطلوبة مش موجودة في الأقصر، وبعتوا يجيبوها من القاهرة وهتاخد يومين على الأقل. طب والمعلومة دي مين اللي يعرفها؟ مش كتير، حوالي 4-5 موظفين. ده كده التحقيق هيبقى صعب جدا، لأن عطل الكاميرات معناه إن القاتل ممكن يكون دخل من الباب عادي، يعني مش شرط يكون دخل من البلكونة. بالظبط يا فندم، وكمان ممكن يكون حد من الموظفين سرب المعلومة أو وقع بالكلام قدام نزيل من النزلة، فمش هنقدر نعرف إذا كان في حد من النزلة عارف موضوع عطل الكاميرات ولا لأ. ده كده تسيب من إدارة الفندق.
للأسف بس هو ده الوضع. هو مين الضحية؟ الضحية اسمه فريد زهني، 32 سنة، هو من القاهرة ونزيل قديم في الفندق ومتعود يجي كل فترة، ووصل الفندق هنا من 7 أيام بالظبط. المعروف عن فريد انه بيحب الستات زي عينيه، ومفيش مرة بيجي فيها هنا إلا لما بيجيب واحدة الأوضة بتاعته. معنى كلامك انه فعلا كان مستني واحدة ست، وبنسبة كبيرة جدا الجريمة وراها واحدة يعرفها. ده صحيح، بس كل الاحتمالات واردة زي ما سعادتك عارف. طيب ناوي تبدأ منين؟ أنا طلبت من العساكر يجمعوا كل النزلة اللي في الدور مع بعض في الممر، طبعا ما عدا سعادتك والمدام والأولاد. سعادتك والمدام فوق الشبهات طبعا. أنا متشكر جدا يا باشا. العفو يا عاصم بيه. عامة أنا هبدأ استجواب المشتبه فيهم دلوقتي، تحب تحضر معايا؟ ياريت لو ينفع. طبعا يا باشا. هنبدأ بالشاب نزيل الأوضة رقم 1. دخلنا احنا الاتنين الأوضة رقم 1 وبدأنا نبص فيها، بس ما كانش فيه أي حاجة غريبة أو ملفتة للنظر، مجرد هدوم ومتعلقات شخصية عادية جدا زي اللي بتبقى موجودة مع أي حد، وباب البلكونة كان مقفول. قعدنا في الأوضة وطلب فؤاد وكيل النيابة من العسكري إنه يجيب نزيل الأوضة رقم 1. وصل العسكري ومعاه الشاب نزيل الأوضة رقم 1. دخل الشاب وقعد على كرسي قدامنا وبدأ فؤاد في استجوابه. اسمك ايه؟ انا اسمي علي. عندك كام سنة؟ عندي 35. انت منين يا علي وبتشتغل ايه؟ انا من القاهرة سعادتك، وبشتغل موظف في شركة سياحة. وجاي الأقصر ليه؟ المفروض اني كنت جاي اعاين عبارة جديدة هنتفق معاها علشان تبقى ضمن البروجرام السياحي الخاص بالشركة، البروجرام اللي بنعرضه على الافواج بتاعتنا. مفهوم. وبقالك قد ايه هنا؟ انا جيت من يومين بالظبط. وشفت العبارة؟ يا فندم، وتممت عليها، بس كنت مستني البكرة علشان هقابل صاحب عبارة تانية لانه كان عارض سعر احسن. يعني انت عندك ميعاد بكرة؟ يا فندم بالظبط. واسمه ايه بقى صاحب العبارة وكنت هتقابله فين؟ اسمه الضمنهوري، وكنت هقابله في المكتب بتاعه. تمام، سيب بياناته علشان هنحتاجها. حاضر يا فندم. بصيت لفؤاد وقلت له بعد اذنك انا هسأله سؤال. شاور لي بالموافقة. بعدها بصيت لعلي وسألته، قولي صحيح، انت رجعت الفندق الساعة كام النهاردة؟ الساعة 10 بالليل. غريبة يعني. وايه الغريب في كده يا فندم؟ يعني لابس هدوم خروج مع انك راجع تقريبا قبل الحادثة بساعتين، ساعتين ونص كمان. بصلي لثواني وبعدين قال لي، انا لما رجعت كنت تعبان من اللفة طول النهار، فيدوب اترميت على السرير وما حسيتش بنفسي غير بعد ساعة تقريبا. قمت طلبت اكل وانا باكل شغلت التلفزيون، بعدها اتكلمت مع خطيبتي في التليفون وملحقتش اغير هدومي. يعني انت كنت بتكلم خطيبتك وقت ما الواقعة تمت؟ ايوه يا فندم، وادي المكالمة اهي. طلع تليفونه ووراني مدة المكالمة واللي كانت تقريبا ساعة. بص فؤاد في التليفون وبعدين بصلي، وهنا سألت علي سؤال خطر على بالي، انت كنت بتتكلم في التليفون جوه في الأوضة ولا في البلكونة؟ لا سعادتك، انا كنت نايم على السرير ومشغل التكييف والبلكونة كانت مقفولة. بص فؤاد للشاب لثواني قبل ما يقول له، تمام اتفضل انت يا علي، وخليك هناك لحد ما احتاج لك تاني. حاضر يا فندم. خرج علي وساعتها سألني فؤاد وقال، مستحيل يكون هو، مش كده؟ ظاهريا انا كنت شاكك فيه بسبب هدومه، لكن المكالمة نفت اي شك، مستحيل هينفذ الجريمة وخطبته على الخط، وكمان باب البلكونة مقفول فعلا زي ما قال. يعني لو كل اللي قاله طلع صح يبقى هو بره الموضوع، بس لازم نتأكد من الكلام اللي قاله. عندك حق، خلينا نشوف المشتبه فيه التاني. هتدخل انهي اوضه؟ اوضه 3 اللي فيها البنت الاجنبيه. موضوع البلكونات مهم ولازم نمشي وراه. صح عندك حق. قمنا بعدها دخلنا اوضه 3 وبصينا فيها كويس. الاوضه ما كانش فيها حاجه غريبه،
بس أنا لاحظت على الكومودين وإزازة صغيرة مفتوحة وجنبها الغطا وكوباية مية مليانة على آخرها. قربت منها ووقتها اكتشفت إنها إزازة فيها حبوب منومة وما كنتش محتاج أمسكها لإني عارف اسم الدواء ده كويس. أما بالنسبة لكوباية المية كانت مليانة وده معناه إنها ما خدتش الحباية. بصيت حوالين الكومودينو وهنا لقيت الحباية واقعة على الأرض. ساعتها شاورت الفؤاد وقرب مني وقال لي هو مش ده منوم برضو؟ بالظبط. ودي بتستخدم منوم ليه دي؟ ده اللي انت هتعرفه لما تستجوبها. تفتكر ممكن تكون هي وخدته علشان تسيطر على أعصابها؟ مش عارف بس عامة هيبان لما نتكلم معاها. تمام يلا بينا، بقيت الأوضة ما فيهاش حاجة. نده فؤاد على العسكري وطلب منه يجيب البنت الأجنبية. وبعد ما خرج العسكري لقيت فؤاد ميل عليا وقال لي بقولك ايه، في مشكلة، انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. لا ما تقلقش انا هترجم لك. وصلت البنت الأوضة وطلبت منها تقعد على كرسي قدامنا. بعدها فؤاد قال لي اسألها عن الاسم والسن والجنسية. سألتها السؤال ده واختصارا للوقت انا هقولك الكلام مترجم مباشرة. جنسيتك ايه؟ روسية. اسمك وسنك؟ إلينا باراشوف، 28 سنة. بقالك قد ايه في مصر؟ اسبوعين. ونزلت في الفندق من امتى؟ من حوالي اسبوع. سمعتي اي حاجة غريبة قبل صوت الطلقة؟ لا انا ما كنتش مركزة لاني كنت بتكلم في التليفون. كنت بتتكلمي في التليفون وقت الجريمة؟ لا المكالمة خلصت قبلها بنص ساعة. وكنت فين بالظبط لما كنت بتتكلمي في التليفون؟ كنت وقتها في البلكونة. طب ما لاحظتيش اي حاجة غريبة؟ لا خالص. تمام ايه اللي حصل بعد المكالمة؟ دخلت وقفلت باب البلكونة، بعدها دخلت الحمام خدت شاور وخرجت. وبعدين؟ لما خرجت جيت هنا عند السرير علشان انام، بس حسيت اني مصدعة وراسي وجعاني فقررت اخد المنوم وقمت وفتحت علبة الدواء. وقبل ما احط الحباية في بقي سمعت صوت الطلقة، حتى الحباية وقعت من ايدي على الارض. وعملت ايه بعد كده؟ انا كنت مرعوبة وفضلت حوالي دقيقة مش قادرة اتلمع على اعصابي. بعدها سمعت صوت بيبان بتتفتح فلبست الروب وخرجت بسرعة. بصلي فؤاد في إشارة معناها عندي سؤال ليها ولا يسيبها تخرج. فبصت لها وسألتها كنت بتكلمي مين في التليفون؟ كنت بكلم ماما. وهي ماما قاعدة هنا في مصر ولا في روسيا؟ لا ماما في روسيا، بس أنا متعودة أكلمها دايما أطمنها عليا كل كام ساعة، ودي المكالمة. التليفون كان في إيدها وفتحته ووريتني المكالمة. شاورت الفؤاد فيما معناه إن كلامها مظبوط. وبعدين قلت لها تمام تقدري تستنينا بره وما تخافيش، احنا هنا علشان امنكم كلكم. هزت دماغها بتفهم وقامت وخرجت من الاوضه. وبعدها فؤاد قال لي مش ممكن تكون هي القاتل؟ هي مستبعده بس برضو لازم نتحرى اكتر عنها. تمام احنا دلوقتي هنروح اوضه 7 علشان دي البلكونه التانيه. تمام يلا بينا. قمنا خرجنا بره الأوضة ومشينا لحد أوضة 7 وهناك بدأنا نفتشها كالعادة، بس برضو ما كانش فيها أي حاجة غريبة. قعدنا والعسكري جاب الزوج والزوجة اللي نازلين في الأوضة ومعاهم عيالهم. قعدوا الاتنين قدامنا وبدأ فؤاد التحقيق وسأل الراجل وقال اسمك وسنك؟ عبد الكريم فهمي، 40 سنة. بتشتغل ايه؟ أنا صاحب محلات أجهزة إلكترونية. وعايش فين بالظبط؟ أنا عايش في اسكندرية. نزلت الفندق هنا من إمتى؟ من حوالي 4 أيام. وكان سبب الزيارة إيه؟ الولاد بقالهم فترة بيزنوا عليا عايزين نخرج يا بابا، عايزين نخرج يا بابا، فقلت أخد أجازة ونزلت أفسحهم عادي يعني. ولو كنت أعرف إنها هتقلب بجريمة قتل ما كنتش جبتهم الفندق ده ولا كنت نزلت الأقصر أصلا. والمدام؟ أنا رئيفة السيد،
33 سنة. بتشتغلي؟ لا، أنا ربة منزل. كنت فين وقت ارتكاب الجريمة؟ أنا كنت في الحمام باخد شاور، وعبد الكريم كان قاعد مع الأولاد برا، وأنا في الحمام سمعت صوت الطلقة، لبست هدومي وخرجت بسرعة. ولما خرجت لقيتي أستاذ عبد الكريم موجود؟ آه، كان قاعد مع الأولاد. متأكدة يا مدام؟ آه متأكدة. هو صحيح ما كانش قاعد جنبهم، بس كان موجود في الأوضة. يعني إيه ما كانش قاعد جنبهم؟ أصل أنا لما خرجت لقيته بيبص من البلكونة. جملتها استوقفتني، وعشان كده ميلت بجسمي ناحيتها وسألتها، كان بيبص من البلكونة فين بالظبط؟ أنا مش فاهمة حضرتك تقصد إيه، بس أنا لما خرجت كنت خايفة، ولقيت الأولاد قاعدين على الأرض بيلعبوا، ولما ملقيتوش ندهت عليه وأنا بمشي ناحية السرير، وساعتها شفت واقف في البلكونة وبيبص لتحت. وبعدين إيه اللي حصل؟ ندهت عليه وكان كأنه مش سمعني. عبد الكريم، يا عبد الكريم. ها؟ ايوه حبيبتي. ايه بتبص على ايه؟ لا لا مفيش، انا كنت بس بشم شويه هوا. انت سمعت الصوت اللي حصل من دقيقه ده؟ لا. صوت ايه ده؟ مش عارفه، بس زي ما يكون صوت طلقه. لا انا ما سمعتوش، بس ممكن يكون فرح ولا حاجة، ولا حد ضرب طلقة، ما انت عارفة الصعيد بقى. لا ده مش فرح، الصوت كان جاي من جوه الفندق. جوه الفندق؟ طب انا هخرج اشوف في ايه. ولحد هنا وينتهي الجزء الاول من القصة. اتمنى يكون نال اعجابكم، ولو قدرت تخمن مين هو القاتل اكتب لي في التعليقات، وما تنسوش اللايك على الحلقة. واللي بيسمعني لأول مرة استأذنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الحلقات الجديدة، واستنوني في الجزء الثاني والأخير قريبا إن شاء الله، وتصبحوا على خير وسعادة.